اشرحوا لنا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا يحسن الظن بربه أنه سيقبل منه. إذا دعا الله عز وجل يحسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له. إذا أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يحسن الظن بالله أنه سيقبل توبته. إذا أجرى الله تعالى في الكون مصائب يحسن الظن بالله وأنه جل وعلا إنما أحدث هذه المصائب لحكم عظيمة بالغة. يحسن الظن بالله في كل ما يقدره الله عز وجل في هذا الكون وفي كل ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خير ومصلحة للخلق. وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه المصلحة ولا يدرك تلك الحكمة مما شرع، ولكن علينا جميعا التسليم لقضاء الله تعالى شرعا وقدرا، وأن نحسن به الظن لأنه سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد. سبحانه. نعم.